ميكينج اوف ديانا حداد وجد شويري. وهيك شو؟ لا ماشي. شو في؟ شو عم تخططوا كادو؟ ما في في اليوم عيد الفنانة ديانا حداد، عاملين لها سيربريز كمان بذات المناسبة. يعني كذا شغلة اليوم كمان، ما في فينا نقول ما شكلي حصور بكره بقى برودكشن مش ضابط بين ال هلا اوريدي مصورين، يعني اليوم مصورين نهار بلندن كثير، ما بحس حالي بانترفيوز، بحس حالي فتت انت بكواليسنا سيرج. بقى في ايه صار شوية صعوبات لأنه طقس من وراء الطقس، لكن عنا كان نهار تصوير صورنا مثل ما سبقت وقلت لك بلندن، وعنا بعد الليلة تصوير اندور. شو الفكرة؟ الفكرة هي إذا بدك عن يوميات حبيبين بمدينتين مختلفين، ومثل ما بتقول غني القلب وفى. أوكي بس هيك؟ بس هيك. في بيوتي ساشن، في 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 قصص مش استعراضية، بس في دبكة لأنه الغنية، بس بذات الوقت فيها فكرة جديدة ومختلفة. أول شيء بدي رحب فيكم، مش جيت فجأة، أكيد في تحضير مسبق، بس جيت من الكويت فجأة، يعني ما كان عنا الوقت لحتى نحضر قبل، أنه أرض الواقع كان كله عبر التليفون. فوصلت من الكويت مبارح، كان أنا بروفيت للعمل للكليب أنا وجاد والأكيب كامل، واليوم أول نهار تصوير، وكتير متفائل وكتير مبسوطة بالعمل. غنية لبنانية، عم بيقولوا هاي الغنية رح ترجع ترد الجو اللبناني لديانا حداد. انا ما بعدت، دائما بيقولوا لي ديانا بعدتي، مع انه بالالبوم الاخير بنت اصول نزلت ويشهد الله ودويتو انا وكارول، بس سمعت انه هي الغنيه رح تعمل شرقه تغير. ان شاء الله يا رب، يعني نحن علينا نسعى اكيد، وتعبانين كثير على العمل. الغنيه كلام فارس اسكندر ولحن سليم سلامي وتوزيع داني حلو وجاد شويري، اخراجت شويري ولا جاد شويري بالتحديد. جاد فنان واخ اكيد، وعجبني شغله بالاونه الاخيره، هذا الشيء اللي شجعني اكثر. وطبعا في اضافه حيكون لديانا حداد، لانه انا بعتبر شغلي مع اي مخرج لازم يكون في طله جديده، لانه كل مخرج بشوفك من منظر مختلف. فجاد عرف شو الخطوط الحمراء بطلت ديانا، حيكون في تجديد باللوك بالشعر بكل شيء ان شاء الله. انا ما رح ياخذ اكثر من وقتك، انا بعرف كثير مؤخرين، كل التوفيق من واتساب ونعطيني الفيديو كليب. لكم والله يوفقكم، وان شاء الله دائما هيك تابعوا كل شيء جديد واخباري اول باول على الاو تي في. على الاو تي في واتساب. ما خلصوا الريبورتاجات.